وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد التقى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ. وخلال اللقاء تم بحث العلاقات الأخوية والراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.